فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا الجذع، جذع النخلة، هل كانت نخلة عادية كالنخيل الموجودة تثمر أو لا؟ بعض المفسرين يقولون نعم هي نخلة كالنخيل، وهؤلاء استدلوا على أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يولد في الشتاء، ولد متى؟ في الصيف، لأن الرطب متى يكون؟ في الصيف، فقالوا هذا دليل على أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يولد في الشتاء كما هو الآن واقع، يحتفلون بميلاد سيدنا عيسى في آخر شهر ديسمبر، أن هذا غير صحيح، وأنه ولد في الصيف لأن الرطب لا يكون إلا في الصيف. واستدلوا أيضا بما هو موجود عند النصارى في الإنجيل المحرف، هم ينظروا في النص على أن السيدة مريم عليه السلام لما أرادت أن تلد به ذهبت به بعيدا عن موضع قومها، فلجأت إلى مكان يسكن الرعاة، يسكنه الرعاة، وكان الرعاة يخرجون لأجل الرعي، فكانت هي في هذا الموضع، يعني لجأت إلى هذا المكان. وجه الدلالة أنه في الصيف وليس في الشتاء من هذا النص أن الرعاة لا يخرجون في أيام الشتاء، لأنهم إذا خرجوا في أيام الشتاء بأغنامهم وأنعامهم لهلكت، فقالوا هذا في دلالة أيضا من هذا النص أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يولد في الشتاء. أيضا بعض الباحثين من النصارى المعاصرين أيضا ينفون أن يكون سيدنا عيسى ولد أيضا في هذا التاريخ، أي في التاريخ 25 ديسمبر كما يحتفل به الناس.